كابتن كريم، طبعا انت بتتكلم النهارده عن التدريبات، انت بتقول ان هم بداوا. عايز اعرف منك نوعيه التدريبات اللي عملها موسيماني، هل كانت فنيه اكتر، كانت عباره عن ايه؟ كلمنا اكتر عن اللي حصل النهارده في اليوم الاول ليهم في الدار البيضاء. النهارده طبعا يعني نقدر نقول اول تدريب، احنا التدريب هيكون 60 دقيقه او اكتر، 60 دقيقه يعني 65 دقيقه بالكثير. اول النهارده تدريب كان بسيط جدا بالنسبه لي، الجزء البدني، الجزء كله تكتيك، والجزء كله فني بالنسبه لي تدريب اليوم. يمكن بيتسو موسيماني اللي المدير الفني عمل تقسيمتين، تقسيمه مصغره في ثلث الملعب ثم تقسيمه في ثلثين ملعب. يعني نقدر نقول طبعا التشكيل ما نقدرش نتكلم عليه، ان الراجل لسه حتى هذه اللحظه بيحاول ان هو يشوف الامور هتبقى عامله ازاي بالنسبه للعيبه. ممكن يبقى في بعض التوظيف لعدد من اللاعبين في اماكن غير اماكنهم، لكن النهارده تدريب فني بشكل كبير جدا، في جمل تكتيكيه كبيره جدا بيوقف التدريب اكتر من مره، التمركزات مهمه جدا، وده اللي بياكد عليه بيتسو موسيماني اللي مدير الفني، الارتداد، التغطيات العكسيه، امور فنيه بحته بيتكلم عليها بيتسو موسيماني. الراجل يمكن انا شايفه في خلفيه الكاميرا موقف التمرين في هذه اللحظات بيتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، الامور دي مهمه جدا لعيبه النادي الاهلي تستوعبها ان شاء الله في الجرعات التدريبيه والتكتيك اللي هيقوم بيه ان شاء الله. ويبقى بقى التوفيق ان هو يكون موفق ايضا كمان في اختيار التشكيل الامثل اللي هيخوض بها هذه المباراه. وزي ما انت بتقول يا كريم، يمكن من الحاجات المهمة الناس لازم تعرفها ان كمان ملعب التدريب بيختلف عن ملعب المباراة الرئيسي، لان من البروتوكول ان اعتقد النادي الاهلي عنده تمرينة واحدة بس يوم الجمعة ليلة المباراة على الملعب الرئيسي، اللي انت بتقول ان هيكون فيه يمكن اول ربع ساعة بتكون الكاميرات موجودة. كان موسيماني حريص فعلا على عدم وجود اي فرد او اي حد متواجد في ملعب التدريب، اكيد يعني اكيد في اشكال تكتيكيه مختلفه وبيجرب طريقه اللعب. وبالتالي اشرح لنا، هل في كمان تواجد على المستوى الصحفيين المغاربه او على مستوى المراسلين حوالين بعثه النادي الاهلي، وايه الاجراءات اللي بيتم من خلال طبعا كابتن حسين عبد الحفيظ ان هو بيحافظ على سريه التدريب وبيحافظ كمان على هدوء اللاعبين قبل المباراه؟ نقطة مهمة جدا أكيد يا كابتن هاني، يعني سرية التدريب ده أمر مهم جدا، وكمان لما يكون التدريب الأول لفريق النادي الأهلي بأكد لك وأقول لك يمكن في حظر إعلامي كبير جدا. يعني نقدر نقول كمان يمكن الأمن المغربي الحقيقة حابين نوجه له التحية، لأن بيساعدنا بشكل كبير، ده تعليمات أكيد للكابتن سيد عبد الحفيظ خارج الملعب، ما قاش في أي تواجد سواء للكاميرات، المواقع، المراسلين، عدد كبير جدا كان متواجد زي ما بأكد لك كابتن هاني، لكن تدريب النادي الأهلي متواجد في قناة النادي الأهلي والمركز الإعلامي فقط لا غير، لكن التدريب سري جدا واضح زي ما بقول لك إن في تكتيك بشكل كبير بينفذ فيها هذا التدريب. ايضا نقطه كمان مهمه جدا وهو علي معلول وجيرالدو، يعني طبعا احنا عارفين ان هم وصلوا بسلامه الله الى فندق الاقامه ومتواجدين في التدريب. كنا عارفين ان علي معلول هيكون بيأدي ريكفري، علي معلول يمكن 11 ساعه الرحله استغرقت عدد كبير جدا من الساعات، يعني ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال التدريب اليوم وغد وبعد غد ان شاء الله. جيرالدو رحلته كانت قصيره شويه، لكن انا شايف دلوقتي ان علي معلول وجيرالدو في التدريبات، وده اللي باكد عليها كابتن هاني، في حماس التدريبات الجماعيه كريم بشكل كبير جدا للعيبه. بالظبط يا كابتن هاني، يعني ده امر حابين نتكلم عليه لان ده بينعكس بشكل كبير على جمهور النادي الاهلي. شوف الرحله عامله ازاي، 11 ساعه وجيرالدو لسه واصل، لكن اللعيبه عندها اصرار كبير ان هي تكون موجوده حتى لو جرعه تدريبيه بسيطه. انت عارف طبعا يا كابتن هاني مجهود كبير، لكن لما بيكونوا متواجدين في عدد بسيط من الدقائق هو ممكن على المستوى التكتيكي ممكن يكون على مستوى يمكن في امور تكتيكيه. بالظبط يعني الراجل بيجرب، الراجل بيجرب بعض لازم يشوف يشوف. حتى علي معلول اعتقد السفر طويل جدا، لكن هياخد جزء صغير، ممكن جزء تكتيكي لا يتجاوز ممكن 20 دقيقه، لكن عمليه كمان الاستشفاء مهمه جدا عشان علي معلول ان شاء الله باذن الله يستعيد كمان لياقته ويبدا المباراه ان شاء الله بجاهزيه كامله.